الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي محب الإدريسي، مقيم بالإمارات من قرابة 18 سنة، موظف بالداخلية، مدرب الجالية المغربية المقيمة بعجمان والشارقة ودبي. أي مبادرة طيبة، مبادرة إنسانية، وبالأخص في الوقت الراهن العالم محتاج مثل هذه المبادرة. الرياضة طبعا وحدت أمم وصالحت أمم، فليش بالإمكان توحد كل الناس وكل العالم. أنا أتمنى يعم السلام مثل ما يعم في الإمارات العربية المتحدة، يعم في الأمة العربية إن شاء الله. أنا عادل أيتوكارا، لاعب والحين أنا مدرب الجالية المغربية المقيمة بالإمارات. والله هذه المبادرة صح حلوة بالنسبة للجاليات المقيمين بالإمارات، الأجناس المختلفة، ومبادرة حية بالنسبة للجاليات المصرية، علشان السلام ويكون اتحاد ويكون أي شيء يكون زين بالنسبة للمقيم. زيزو الشرابي، المدرب العام للجالية المصرية. الرياضة هي الوسيلة اللي بتخلي الشعوب تقرب لبعضيها بصداقة، بمحبة، بمودة، ومفيش أفضل من الرياضة. الرياضة هي وسيلة صحية، بدنية، رياضية، في كل الأحوال بتحس إن هي أحسن وسيلة للحياة وبالنسبة للسلام.